يعني انا حابب اسمع منكم اكثر مما احكي. يعني اسمح لي انا تفضل. باسم شو؟ باسم مركز المنتدى الثقافي. احنا بنهني لوح القدس على تعيين الاخ والعميد باسم جبارة. باسم جبارة، واللي بنتمنى له خلال الفترة القادمة يعني التوفيق في عمله في الحفاظ على السلم الاهلي في مهمتكم وجودكم في القدس بشكل كامل. بالنسبة لنا احنا في منطقة شمال غرب القدس، او انا شخصيا، سمعة العميد باسم جبارة سبقت حضوره ومعرفته ان شاء الله نكون عند حسن عليه. واحنا كمنتدى تربطنا شراكة استراتيجية مع الشرطة بحيث ان نفذنا عدد من النشاطات اللي لها تحديدا علاقة بالاطفال. تحيات لكم وان شاء الله افضل على طول. اهلا وسهلا. يسعد صباحك سيد العميد. بحب اعرف عن نفسي احلام داوود رئيس قسم علاقات العميد بتربية ضواحي القدس. يعني العلاقه بين الشرطه والتربيه دائما معروفه قديش هي قويه وقديش احنا بنستند على بعض. فبدايه الف مبروك تعيينك عندنا الضواحي، وهذا مكسب كثير كبير لنا. شرف كبير. الله يحفظك يا رب. وشرف كثير كبير لنا انه وجودك عندنا. فنتمنى انه التعاون هذا يستمر، هذا يعني المسابقه هاي وفرحه الاطفال اللي هم جايين على مركز الشرطه بدون خوف، جايين يستلموا هدايا وفرحتهم هاي ببين قديش تعب الشرطه وقديش انجازهم مع اطفال بهذا العمر. فاحنا يعني بنشكرك كتربيه وتعليم باسم مدير التربيه محمد سامي، بنشكرك ونبارك لك على وجودك عندنا هون. يعطيكم الف عافيه. الله يخليك. مؤسسات المجتمع المدني راح يكون في إنا تواصل باستمرار. أنا مش هدفي إني أنا أعتقل وعبي النظارة عندي. أنا لا، أنا إذا أحيانا بتيجي مشكلة عندي وأطراف مشكلة هان وبقدر أصلح بينهم وأنهي الموضوع، أنا بكون مبسوط أكثر من ما إني يكون في عندي حد بالنظارة. ما بتمنى يكون في عندي حد بالنظارة، لكن مجتمعنا مثل أي مجتمع في، لكن نسبة بسيطة جدا خلينا نقول اللي بتفكر انها تكون خارج على القانون. انا بقولش خارج، بتفكر انها تكون، واعتقد علاجها بسيط. لكن غالبية مجتمعنا، احنا مجتمع بكفي انه القدس واكناف بيت ال، فبنعتز وبنفتخر فيكم وان شاء الله بنكون خدم لكم في كل الظروف. يسعد صباحكم جميعا. صباحكم. انا بدي اقول صح نقول مبارك، بس بقول الله يعني اعانك الله على حمل الامانه بصراحه، لانه وضعك كوضع ضواحي القدس يعني يمكن انا لاني على اطلاع بشوف شو اوقات وراء الكواليس كيف الشغلات بتمشي، بقول اعانك الله على حمل هذه الامانه بصراحه. بالنسبه للمسابقه يعني أنا فخورة جدا بالخطوات اللي مشي فيها الشرطة، سواء بدأت بالمخيم الطفل الصغير واستمرت هلا في المسابقة بوقت كنا احنا بأصعب الأوقات اللي كان الأطفال كلها في البيت ووضع رمضان، وإنه أعطاهم وقت للتسلية وللترفيه وإنهم كمان يبحثوا، ومعلومات كانت كثير قيمة إنهم أخذوها من المخيم. بتمنى أنهم يكملوا على هاي الطريق مع الأطفال، خاصة أنه إحنا نربي جيل جديد، أنه يكون في جسر محبة بين بين الشرطة. بالنسبة لنا إنجاز كبير بصراحة، لأنه خاصة إحنا بمناطقنا كنا بوقت من الأوقات أطفالنا يخافوا من كلمة تقول له شرطي. فعشان هيك بتمنى كل التوفيق لكم، والله يعطيكم. أؤمن في تركيب سكاني، تركيب سكاني من مدينة لمدينة بتختلف، لكن هو شعبنا وأهلنا، وأحيانا المشكلة تكمن فينا إحنا في آلية أو في طبيعة التعامل. ففي تصويب، راح يكون في إنا تصويب في التعامل مع الناس. أنا بدي الناس تكون معي وأنا معها. أنا مش بس بدي أعتقل وبدي أخالف، لا، أنا هاي أهلي،
المدينة اللي المكان اللي بشتغل فيه هاي بلدي وهاي أهلي. فإن شاء الله راحين ننجح لأنه في شراكة، راحين يكون في شراكة بيننا وبين الجميع. فكانت يتحدوا مين اللي بده يجي يشارك اسرع، انا بده يجاوب، ففي الاخر فاز احمد زعل عبد الله. بس زعل عبد الله لا بنرضيه بنرضيه على حالنا، لازم جديد بنرضيه. وبنشكر كمان النقيب عنان، شكرا لك دائما. انا مشاركه في مجلس امهات مدرسه بنات بن سوريف ودائما برجع عمل، وحتى كملنا معي على الزوم يعني اشتغل معنا اخر فتره على الجرائم الالكترونيه. كنتوا تسمعوا اللقاءات معهم؟ والله كنتوا تسمعوا. كنت تحكوا مثلا وين الورا سيدنا عيسى عليه السلام؟ لا هو بيطلع القطه احنا. انو غششكم طيب انه بيت لحم؟ في واحد غششكم، في واحد قال عمو عنان شو قال له؟ قال له انا بدي اقول لك وين ساكن انا يا عنان، انا ساكن في بيت لحم. يعني غششكم طريق هيك بالاول الوطنيه خلينا الصف الاول. وين ما لكيش زمان؟ لا ماليش زمان. هلا انت بتحكي عن خبره سنين، انت خبره ثلاث سنين يعني. الواحد يحط الامور في مواقعها زي ما بيقولوا. للامانه انه العلاقات العامه عشان احنا دائما بنتواصل مع العقيد عاهد، انه كل شيء بدنا اياه بيلبونا فيه على السريعه. اي مدرسه يعني احنا طبعا المدراء التربيه فاتحين المدارس بشكل يعني واسع لكل اي عنصر في الشرطه يدخل المدرسه بده يعطي محاضره، يعني مسهل لهم كل شيء. بس للصراحه انه العلاقات العامه كانت تيجي عندنا على المدارس تعطي محاضرات، تعمل توعيه للمخدرات والجرائم الالكترونيه. الطلاب تفاعلوا بطريقه يعني لا يمكن تصورها مع هيك امور. هلا تيجي معلمه تشرح لهم، مش لما يجي شرطي من قلب الحدث يحكي لهم احنا بتجينا جرائم معينه ديروا بالكم. صار في عندنا توعيه بين الطلاب لهي الامور، يعني بصراحه يعني كل الشكر للعقيد عاهد على هاي الامور. يعني بيتعبوا معنا كثير كثير والله للامانه، يعني الله يعطيهم الف عافيه. احنا هذا واجبنا وواجب عاهد، التعب هو ولا انا، هذا واجبنا. وانا بحكي لكم اي شيء بتفكروا في اي نشاط باي شيء احنا جاهزين. الله يعطيك العافيه والله ما بتقصر. جاهزين فيه. وهي الاخ عاهد بتواصل معاكم وكل مقومات النجاح رايحين نوفر. الله يعطيك العافيه. الشرطة أنت تأسست وأنت يعني كيف أول إشي أنا تأسسها هيك حلو، معلومة مفيدة زي ولا مرة يعني حدا راح كان معلومة جديدة. حلو كانت إشي فكرة حلوة زي راح أغيرها. نكررها؟ لا. إحنا عزز العلاقة ما بين المجتمع المحلي والشرطة، وبالتالي بتصوب هاي العلاقة اللي فيها مصلحة الناس. الجانب الثاني بتعطي الثقة للأطفال ان يصير في عندهم مخزون معلومات، وهذا مهم في مجتمعنا الفلسطيني. انطلاقا من الحكايه العميد انه نعم احنا برينا في فتره واتمنى انها تنتهي، انه نسبه الاهتمام في التعليم والثقافه العامه يعني كانت خفيفه. احنا كمؤسسات مجتمع مدني كالمنتدى السلم الاهلي يعني المؤسسات يفترض كمان نعزز من علاقة الشراكة مع الشرطة في برامج تستهدف هاي الأطفال. إحنا عملنا في كورونا قطار الفرح، قطار الفرح اللي استهدف مسابقة في رمضان شمال غرب القدس جميعها تقريبا 60,000 للتفريغ النفسي. بعرف إذا في حدا بيشترك وجي أو منطقة، أكيد شاف عنانه في الشوارع. احنا شفنا على فيسبوك على فيسبوك. احنا في رمضان كمان عملنا مسابقة ثقافية شارك فيها أكثر من 4,000 طفل. ما شاء الله. هذا الشيء. احنا في برنامج مشترك مع احنا وياهم يا فندم رمضان مش مرة اللي قبل.
في برنامج مشترك مستقبلي ممتاز، نعزز احنا شركاء ما بين المؤسسات والمؤسسات والشرطة والمستقبل. احنا اصدرنا مجلة اخبارية اجتماعية ثقافية، وطبعناها بتعداد كبير. اول عدد راح نطبع، العدد الثاني كان ان الحظ ان الاخ العميد العقيد له مقالة في هذه المجلة حول الشرطة. هذا دورنا من اجل اننا للاطفال هذول الصغار نكونهم في مستقبل، في امل في المستقبل. الان الاحتلال بكمح هذا الامل، بس احنا لا، بدنا نبني هذا الامل على الاقل عند الاولاد اللي يعيشوا حياه كريمه. العهد بلورناها وعرضناها والحمد لله رب العالمين ما شكلها. وكانت شويه انه المسابقه على الزوم واللقاء المباشر، بس الحمد لله رب العالمين على الاقل يعني كان الاطفال تجاوبهم اكثر من الرائع. حكينا للي ما فاز، يعني اللي ما فاز مش يعني انه خربت الدنيا، لا كلهم فائزين وان شاء الله انهم دائما كلهم فائزين. فاحنا لما عملنا القرعه طلع معنا هسه راح نذكر بعض او نذكر الاسماء اللي فاز. اول حدا من اللي فاز معنا اللي لميس احمد محمود الشباسي. من وين؟ من وين؟ انا طه امين طبعا فخوش بالحمد لله البركه الله يرضى عليك سلامتهم من سلامتك. تيم كاشف محمد تميمي. هات حبيبي هات بوسه تيم احلى امشي طبعا من تيم. هي بس لو سمحت انا من وين؟ هنا من بير لبان. طب سادس فلندي قبل البلد. هاي شي البلد يلا يا احمد سلم عليك ابو سيد سلم عليك. اربعة هدايا ما شاء الله حسن الأسد إليه. هي شرطية بتعرفها. يعني منهم على الجمال. كمان وحياتك مليها يلا. كمان مرة. يسعد. شرطة هيهم.